دماغك شوية الباثولوجي بس مش زي الاوبتكس، اسهل من الاوبتكس. ها؟ اسهل من الاوبتكس واسهل من البصر، اصعب من الاناتومي. محتاج اسهل. طيب دلوقتي ايه رايكم في التجربه دي؟ تجربه كويسه مش كده؟ يعني بالرغم ان كان في ناس كتير مع بعض، عشان بس برضو انتوا تبقوا عامه مطمنين. يعني اعتقد انكم مش عارف اذا كنتوا حاسين الحكايه دي ولا لا، على الاقل كان الباثولوجي عقد، لانه كان بيطلب مننا الباثولوجي صرف، وكنا كانت دايما التقديرات بتاعتنا وحشه جدا في الباثولوجي، وكان دايما انتوا بتكتبوا بطنه، انتوا بتكتبوا بطنه، اي لان احنا مش باثولوجي. اوكي، فاحنا الغرض ان احنا عاوزين يبقى ناخد باثولوجي اللي لهم كلينيكال ابليكابيلتي او لهم كلينيكال كورليشن، لكن طبعا لازم يبقى في شويه علم باثولوجي صرف عشان يساعد في ان احنا نفهم الكلينيكال. طيب انا بالرغم ان انا مش ميرو اوفثالمولوجيست خالص يعني، بس هتكلم على باثولوجي اوبتيك. طيب لو اتكلمنا عن الاوبتيك اناتومي، اولا اتس كونتينوس وذ اوبتيك تراك، ذيرفور اتس بارت اوف السي ان اس. زي ما انتم عارفين في الامبريولوجي the eye emanates from the forebrain. يعني اول بتطلع الاوبتيك ستوك ويطلع منها الاوبتيك كاب، ها، وفي عندنا الانتر لاير بتاع الاوبتيك كاب اللي بتدي نيوروسنسري ريتنا، وبعد كده النوبيجمنت اللي بتيجي على السيل لاير والاخري، وبعدين الاوتر لاير بتدي ريتنال بيجمنت ابيثيليوم. فاذا the eye is an outgrowth of the brain، وعشان كده البلاد سبلاي بتاع الريتنا جاي من السنترال ريتنال ارتري اللي هو برانش من الاوفثالميك ارتري، اللي هو برانش من الانترنال كاروتيد ارتري. انترنال هو ليه عندنا اكسترنال كاروتيد وانترنال كاروتيد؟ اكسترنال كاروتيد بيغذي كل ما هو اكسترا كرانيال، اما الانترنال كاروتيد فبيغذي كل ما هو انترا كرانيال. والعين تعتبر انترا كرانيال، بس ايه، ربنا سبحانه وتعالى طلعها لبره عشان تبقى الصوره. اوكي، وعمل لها طبعا الكيس اللي هو بوربت ك ك ك ك طيب the axons of the optic nerve originate from the ganglion cell layer. احنا عارفين ان احنا عندنا في ناس بيعتبروا الganglion cell second order neuron، وفي ناس بيعتبروا الganglion cell third order neuron. احنا عندنا photoreceptors هي اول نيورون، في ناس بتعتبرها first order neuron، في بتعتبر انه لا، زي مثلا السكين كورباسلز والحاجات دي اللي هي receptors كده. المهم ايا كان، يعني بغض النظر عن السفسطه، الضوء بيقع على الفوتو ريسبتورز، بيحصل فوتو ترانسدكشن، تطلع الامبلسز البايبولر سيلز، والبايبولر سيلز متوصله باخواتها بايه؟ بالهوريزونتال والايماكرين سيلز، عشان يحصل حاجه اسمها سبيشال سميشن، وبعدين بعد كده الثيرد النيورون، بعد كده اللي هي الجانجليون سيل، اللي هي الجانجليون سيل والفايبرز الاكسونز بتاعت الجانجليون سيل، اللي هي الاوبتيك نيرف. طيب the axons have a myelin coat posterior to the lamina cribrosa، يعني جوه العين يبقى النيرف فايبر لاير اللي هو بعد كده هيعمل اسمه النيرف فايبر لاير، لانه بعد كده هيعمل لنا الاوبتيك نيرف. اوكي، طيب النيرف فايبر لاير ده المفروض ان هو ما فيهوش مايلين في الجزء اللي هو قدام اللامنا كريبروزا، لكن ورا اللامنا كريبروزا بيبقى فيه مايلين. ساعات المايلين يبقى موجود اللي هو الابرنت اللي هو المايلينيتد نيرف فايبرز اللي احنا يعني دي ما لهاش كلينيكال سيجنفيكانس قوي، هم بيحطوها في الديفرنشال دايجنوزس اوف بابيليديما، بس عمري ما اتلخبطت بيني وبين البابيليديما. هي المشكله بقى مش حاجه بيضه كده يقول ايه دي مايلينيتد نيرف فايبرز. يعني لو هنتصفصف، لو العيان جاله مثلا جلوكوما، ممكن المايلينيتد نيرف فايبرز دي تختفي لو هي حصل لها اتروفي تبع الكومتس اوبتيك اتروفي، لو حصل له انتيريور اسكيميك اوبتيك نيوروباثي ممكن، يعني ممكن لو هي انفولفنج السيكتور ده ممكن برضو المايلين ده يختفي مع الاتروفي اوف ذيس نيرف فايبرز. طيب نيجي بقى نشوف الاوبتيك نيرف دايمنشنز، اتس ابروكسيمتلي 50 ملم. طيب 0.7 ملم اللي هو انترا اوبتيك اللي هو جوه ال ليزر، ماشي ليزر، اوكي اللي هو الانترا اوبتيك بورشن اللي هو ده. اوكي، ده بيبقى 0.7 ملم. الانترا اوربيتال بورشن اللي هو من الجلوب لغايه الاوربيتال ايبكس لغايه الاوبتيك فورمن ده 33
مليمترز. هي المسافه ما بين الباك اوف ذا جلوب والاوبتيك فورمن از اون افريج 30 مليمترز، والانتر كانديكولار بورشن، انتر كانديكولار اللي هو جوه ايه؟ جوه الاوبتيك كانال، جوه يعني جوه الاوبتيك فورمن او الاوبتيك كانال. فاذا يعني الجزء اللي هو في مدخل البرين. اوكي؟ طيب لو جمعنا 0.7 على 33 على 6 يطلع كام؟ 6.9 يعني تقريبا 40. طب واحنا بنقول اوبتيك نيرف تو قد ايه؟ 50. ده معناه ايه؟ معناه ان ممكن يحصل بروبتوزس 10 مللي من غير ما يحصل مشكله في الاوبتيك نيرف. لكن لو حصل بروبتوزس اكتر من 10 مللي يبتدي يحصل ستريتش الاوبتيك نيرف، يبتدي يحصل اوبتيك نيرف يعني يبتدي يحصل اوبتيك نيروباثي نتيجه الايه؟ الستريتش الاوبتيك نيرف. يبقى اذا ربنا سبحانه وتعالى كل الجسم فيه ريزيرف، حتى هنا في شويه ريزيرف ان لو حصل بروبتوزس لغايه 10 مللي بروبتوزس يبقى sustainable by the eye، لكن لو حصل اكتر من كده يبقى ده اللي بيعمل ستريتش. بس عشان نفهم الحكايه ان مش كل بروبتوزس يعمل اوبتيك نيروباثي. طيب ان diameter of the cerebral canal is 1.5 مليمترز، اللي احنا بنسميه ايه؟ اوبتيك ديسك هيد. ديس diameter مش احنا بنقول الديس diameter مللي ونص؟ اوكي، فهو ده المقصود بكلمه ان سبيرال كانال. يبقى السبيرال كانال اللي هي الجزء ده، اوكي، اللي هو عشان كده الديس diameter بتاعنا 1.5. It increases to 3.5 millimeters behind the globe due to the addition of mitre. اوكي، فيبقى ده بالنسبه للاناتومي اوف ذا اوبتيك. طيب في دلوقتي جلاير كومبوننت الاوبتيك اللي هو السبورتنج تيشو، اللي هو الكونكتيف تيشو. احنا عندنا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاورجنز العاديه عندنا حاجه اسمها كونكتيف تيشو، خلاص. في البرين ده اسمه جلاير تيشو، كويس. عندنا 3 تايبس اوف سيلز في الجلاير في الجلاير اوبتيك نيرف. عندنا الاستروسايتس، ديز بروفايد سبورت اند نيوتريشن. الاوليجو dendrocytes they maintain and produce myelin. وعندنا الميكروبلايل سيلز which have a phagocytic function. الميكروبلايل سيلز جزء من المونوسايت ماكروفاج سيستم. احنا عندنا ايه انواع الوايت بلاد سيلز اللي عندنا كده؟ عندنا كده حاجتين كبار اللي هم ايه؟ جرانولوسايتس ومونونيوكليير سيلز، صح مش كده؟ طيب الجرانولوسايتس اللي هم ايه؟ نيوتروفيلز وايزينوفيلز وبيزوفيلز. بعدين عندنا لينفوسايتس اند مونوسايتس. المونوسايتس when they go into the tissues they will smoke ايه؟ ماكروفاجز او هيستوسايتس. اوكي؟ طيب الماكروفاجز او جزء من المونوسايتس، الماكروفاجز بتوع السنترال نيرفس سيستم والاوبتيك نيرف، احنا اتفقنا انه جزء من السنترال نيرفس سيستم. الماكروفاجز بتاعت الاوبتيك نيرف اللي هي المايكروبلايل سيلز. اوكي؟ طيب نيجي بقى ل المانجيز. مش عارف الصورة مش حلوة، يعني هنا الصورة أحلى بكتير. طيب المهم إنه عندنا هنا، لا هو دي كانت كرسي عشان بس أنا يعني مش عارف أوضح عشان أعمل بالبوينت. مش عارف الليزر بوينت اللي يشتغل هنا ما أظنش يشتغل. طب حاطط معاه ليزر بوينت؟ ماتشات كده. الجزء ده اوكي، ده السبستنس اوف الاوبتيك نيرف، يعني دي الاوبتيك نيرف باندلز. اوكي، وبعدين دي المفروض ان يبقى مرينال فايبرس. عندنا هنا فايبرس لاير اللي هو البير اللي هو ده. انا متهيألي الصوره دي اوضح. مش عارف كده بينتوا ولا مش اوضح؟ متهيألي اوضح مش كده؟ اوكي، فاذا عندنا هنا دي انا مش شايف دلوقتي. طيب اوكي، فدي البير، والبير بيطلع منها ثابته اللي هي بتبقى ما بين الايه؟ الاوبتيك، ما بينها البندلز بتاعت الاوبتيك نيرف. بعدين هنا عندنا الاركنويد. ها؟ لا 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 ربنا يخليك حبيبتي. لا اقعد اقعد ربنا يخليك يا داني.
فدلوقتي عندنا هنا الاركنويد is the second layer is the cellular layer, but the pia is a fibrovascular layer. اما الاركنويد it is a cellular layer, ولذلك هتلاقوا منقط. اول ما تشوف حاجه منقطه كده دي نيوكلي, يبقى دي سيلز. اوكي, لكن البيا شكلها كانها كولاجين باندز. اوكي, فعندنا هنا الاركنويد وعندنا هنا بره another fibrous layer اللي هو الايه الديورا. ديورا يعني ايه؟ هارد. اوكي, واركنويد يعني زي سبايدر لايك, وبيا يعني ايه؟ بيا ميتر حنينه. اوكي, لانها تفيدز الايه الاوبتيك نيرف. طيب دلوقتي في سبيس ما بين الاركنويد والبيا, ده اسمه ايه؟ سب اركنويد سبيس. والسب اركنويد سبيس اوف ذا اوبتيك نيرف is continuous with the subarachnoid space of the brain. ولذلك لما بيحصل increased intracranial pressure, ايه اللي بيحصل في subarachnoid space؟ The pressure بيزيد, يبتدي يعمل compression على الoptic nerve, يقلل الاكسوبلازميك فلو, فيبتدي يحصل papilledema. اوكي, ممكن كمان يحصل venous congestion نتيجة impairment of venous outflow. اوكي, يبقى ده دي النورمال layers of the of the optic nerve. لو هو لو يعني في زي ما تقولوا كده في عرف, لو هو نتيجة increased intracranial tension بنسميه papilledema. بس في واقع الأمر ساعات أنت بتذاكر السنتر ريتنال فيجن أوكلوجن في الفاندس بيكتشر يقول لك ده إيه؟ ده إيه؟ papilledema. أوكي, فدي يعني شوية صفصطة علمية كده, مش عارف إذا كانت مهمة أوي ولا لأ. ولو قلنا optic disc edema, أوكي, يبقى ده لا هو inflammatory ولا هو نتيجة لو ولا هو نتيجة ولو قلنا papillitis يبقى ده inflammation. مش يعني مثلا يبقى السوالينج اللي بيحصل مع مثلا السنتر ريتنال فين اوكلوجن هنحطه تبع اوبتيك ديسك ايه. الاوبتيك ديسك سوالينج اللي بيحصل مع الهايبرتنسيف مش بيحصل مع الهايبرتنسيف ريتنوبتي ديسك ديما, خلاص هنقول عليه اوبتيك ديسك ديما, مش هنقول عليه papillitis. معرفش هو في الاخر اوبتيك ديسك يعني في الاخر it is an optic disc edema that can either be inflammatory in origin or it can be vascular in origin او ان النتيجة increased intracranial tension. طيب في كل الاحوال بيحصل relative or absolute increase in venous pressure, blockage of axonal flow, swollen axons appear as cellular and non-cytoid bodies, ممكن في contaminated spots. اهم حاجة دي عايزين نفهمها, احنا بيحصل في البابيلديما enlarged blind spot. ليه بيحصل enlarged blind spot؟ لانه المفروض البلايند سبوت نتيجه ايه؟ نتيجه انه الدول زي اللي هم الروكس اند كونز اللي هم الفوتو ريسبتورز, ودي الاجهزه اوف ذا ديسك اللي هي سبيرال كانال. المفروض الفوتو ريسبتورز بتقف فين؟ هنا. والفوتو ريسبتورز من الناحيه الثانيه بتقف هنا, فالحته دي ما فيهاش فوتو ريسبتورز, فدي اللي بتعمل البلايند سبوت. مع الديسك ديما والاكيوميليشن اوف ميتابولايتس والسويلنج يبتدي السويلن اوف ذا ديسك يزق تاني الفوتو ريسبتورز بدل ما كانت هنا يزقها لفين؟ ها؟ يزقها فين؟ يزقها لاتري. يبقى بدل ما البلايند سبوت بقت كده بقت البلايند سبوت كده. فذيس از ذا ميكانيزم اوف انلارجمنت اوف ذا بلايند سبوت. It's not due to optic nerve ischemia, it's not due to retinal ischemia, it is due to lateral displacement of the photoreceptors. طيب بالمناسبة أنا إزاي هنا عرفت إنه التيرمينيشن بتاع الفوتوريسبتورز المفروض يكون هنا؟ حاجة وحاجة ورا الفوتوريسبتورز. الكروية بالظبط, الكروية يعني لو تاخد بالك البيجمنتيشن بتاع الكروية واقف هنا, يبقى كان المفروض الفوتوريسبتورز واصلة لغاية هنا. طيب نيجي بقى للأوبتيك ديسك دروزن. This is highly like calcified material within the nerve substance. It is due to intracellular mitochondrial calcification within the axons. Okay, يعني it's a sort of degeneration. والحقيقة إنها مهمة. وبشوف حالات كتير جدا متشخصة على إنها papilledema وهي optic disc drusen. So we have to be aware
في الاوبتيك ديستروز نحولوه كده على حاجه كلينيكال. الكالسيفيكيشن اللي موجود في الدروزو بيخلي لها ريفلكتيفيتي عاليه جدا. اوكي، ولذلك لما يجي لك عيان المفروض ان هو كتير انا بتحط في المأزق ده، بلاقي النيورو سيرجن بعت لي عيان يقول لي ها دي فابيليديما، ولا مش الاقي ديس سولن، ولكن الاقي انه مفيش فينوس كونجستشن، مفيش دايما في الفابيليديما بيبقى في زي ريفلكس بسيط كده حوالين الديسك مطرح مرات انا بتبقى مفيش كلام منه. فلو عملت الترا ساوند بس فيري جود الترا ساوند هيتبعت في نقطه مهمه في الانفستيجيشنز عامه ما تبعتش وخلاص. فحاجه زي كده انا عارف انه فلان شاط في الالترا ساوند، الو ايوه يا فلان هيجي لك عيان عايزك تبص لي اذا كان في انكريس ريفلكتيفيتي ات ديسك. اوكي، فدي اهم تطبيق كلينيكال لموضوع الكالسيفيكيشن. بتحصل في ايه؟ بتحصل في الفاكوماتوزيس، ممكن يحصل دروزو، ممكن في الاكوايرد ديزيز زي ان جويس كيكس او كرونيك جلوكوما او اوبتيك اتروفي او فاسكولار بروفيوجنز اند ان اذروايز ممكن ايز بتبقى اوتوزومي انهبيتد اوتوزومي دومينانت. ممكن في فانكس. طيب بس لو مدفونه جوه الديسك مش هتبان. فانك لو تاخدي بالك كانت مدفونه ما كانتش على السيرفس. طيب دي بقى الاوبتيك نيوروبيز، ذس جنرال تيرم فور اوبتيك نيرف ديسفانكشنز. ممكن تكون نتيجه اسكيميا زي الجاينت سيل ارترايتس. على فكره سيستميك يعني انا شفت اسباب كتير للسيستميك فاسكولايتس كتير، يعني ما شفت تقريبا شفت جاينت سيل ارترايتس في الحلقه في حالتين في حياتي، لكن شفت كتير عيانين عندهم سيستميك فاسكولايتس ما هياش جاينت سيل ارترايتس. اوكي، وبيجي لهم اسكيميك اوبتيك نيوروبثي، ممكن كومبريشن باي تيومر سبب ميتابوليك ديزيز زي اللي هي الدايبيتيك بابيلوبثي، اللي هو نبص نلاقي عيان يشوف 6 9 ونلاقي الديسك بتاعه قد كده اهو، وعليه تلانجكتيزي تلانجكتيزي ما هياش ان بي اي سوري ان بي دي. الان بي دي بتبقى ديسكريت كده فيسلز، لا دي بتبقى زي تلانجكتيزي كتير وحاجه سلو ممكن، وتلاقي العيان بيشوف 6 9. اوكي، فدي وكتير جدا العيان ده يا اما بيتعمل له ليزر او بيتحول عشان يتعمل له ليزر على اساس انه عنده ان بي دي وهو ما عندوش ليفاسكولاريزيشن. دراج توكسيسيتي كلوروفينيكول عمري ما شفتها في حياتي. فيتامين ديفيشنسيز ممكن اللي هو بالذات البي 12، انفكشن بكتيريال او مايكوتيك سبيشلي فور نيبرنج ستراكشرز او سيستميك. لو في حالات الاوربن سيلولايتس لو ركزت على الديسك هتلاقوه سولن، لانه بيحصل زي ما بيحصل اوربن سيلولايتس الانفلاميشن ده بينتقل للاوبتيك نيرف. اوكي، فممكن يحصل برضه مع الاوربن سيلولايتس دي اكتر حاجه بنشوفها، ممكن انفلاميشن اللي هو بابيلايتس اللي هو الاوبتيك نيرايتس من اشهر الاسباب الدي مايليتنج ديزيز. ولكن وان كان كده هو دلوقتي هو لو الجزء الانترا اوكيولر ده مايلينيتد ولا مش مايلينيتد؟ مايلينيتد. ولذلك لو انا عندي حاجه زي مالتيبل سكلوزز تتوقعوا انها تيجي في الانترا اوكيولر ولذلك معظم الاوبتيك نيرايتس طيب بالنسبه للكابيلايتس بيحصل طبعا نفس منظر الهيستولوجيكي هو نفس الديس سويلنج انفلاميشن فيتريس سيلز وهيز وممكن يحصل سكر كونديشن زي ما قلنا زي اوربيتس سيلولايتس يبقى في اديما بيرينس كافين باي انفلاميتري سيلز استروسيتيك بروفيل فتقدر تعتبر الاستروسايت زي فايبروبلاست كده وبانز اوف كونكتيف تيشو اوفر ذيس اوف ذا ريتنا بيبقى فيها فايبروبلاستيك ريسبونس. عشان كده لما العيان بيخف من ابيلايتس بنبص نلاقي فيه ديسك فايبروسيس. اوكي، حتى في البيست في البوست بابيليتيك اوبتيك اتروفي بيقول لك ايه بيبقى فيه فايبروسيس، ولكن ده برضه بيحصل في البوست بابيليتيك. يعني اي ديسك سويلنج when it subsides غالبا بيحصل معاه بيحصل فايبروسيس. طيب في بقى احنا عرفنا الايتيولوجيكال تايبس اوبتيك نيوروبثي يعني ايه الباثولوجيكال انتيتي. في بقى عندنا التوبوجرافيك تايبس يعني هل هو باري اكزيال ولا اكزيال ولا ترانسفيرس. اوكي، ف باري اكزيال يعني في البريفري بتاع النيرف واكزيال يعني جوه وترانسفيرس يعني واخد بقى ايه زي مثلا كلمه ترانسفيرس مايلايتس معناها ايه؟ ان كل السباينال كورد كل الكروس سكشن بتاعه
اوكي يعني ممكن في من الاخر كده ياخد البريفري زي مثلا احنا دايما بنقول عليها ايه ده الدايابيتيك نيوروباثي مثلا اوكي بتبقى بتبقى اسكيميا في الفاسلز في الكانديدا كان دي برضو تقدر تعتبرها ترانسفيرز لانها بتاكس النيرف كله. طيب يعني الكونسيبت زي مثلا في الانتيريور اسكيميك اوبتيك نيوروباثي احنا بنقول اتيتيودنال فيلد افكت صح بس اكشن ممكن يبقى سكت عامل كده ممكن عامل زي وجه على حسب هو واخد يعني الشورت سيري سيري اللي اتقفل بيغذي يعني عايز اقول انه في الاخر ممكن ديفرنت سيجمنتس اوف ذا نيرف كان بي افكت. طيب نيجي بقى للديمايليشن. الديمايليشن ممكن يبقى برايمري اور سيكندري. طيب لو قلت لكم الديمايليشن هنا موجود هنا على اليمين ولا على الشمال؟ على اليمين. مين رايه انه هنا ديمايليشن؟ واحد اثنين ثلاثة واحد لبنى في ثاني لبنى بس ها مين رايه انه هنا؟ طيب لبنى المايل عبارة عن ايه؟ يعني كربوهيدرات بروتين فات ال fixation ده اللي هو الهيموتوكسيك ستينج الهيموتوكسيك بارافين فيكسيشن ده بيعمل ايه في الفات؟ بيدوبها يبقى الحته اللي فيها فات هتبان ايه في الهيموتوكسيك سبيس خلاص يبقى الحته اللي فيها يبقى مين اللي فيها سبيس اكتر دي ولا دي؟ الشمال. ها فهمت ازاي؟ اوكي خلاص زي ما قلت هو فعلا الديمايليشن الحته اللي على الشمال. طيب loss of mic is not necessarily associated with axonal damage. عشان كده ممكن عيان يجيله retroventral nevitis يبقى شايف 6-9 يبقى عنده field defect بس ما بيدمرش النرف. اوكي ممكن بعد كده يحصل شويه طبعا اتفي damage mic is removed by macrophages. اتفقنا المacrophages بتاعت الاوبتيك نيرفز اللي هي اسمها ايه؟ microdendrocytes. microdendrocytes اللي هي مسؤوله عن المايك. اوكي ف بيحصل اسوسيتد بروفيليشن وجلايال سكار ممكن يحصل كلاك. اوكي طيب يبقى حتى كده بس كلينيكال لو عيان انتوا شاكين في مالتيبل سكلروسس ال مش هيبان دي مايليناشن في الاول ما لسه المايل موجود في انفلاميشن بس لسه ما فيش دي مايليناشن مش هيبان الا لو عملنا ام ار اي ايوه الكادمي. طيب الاوبتيك اتروفي هنا بقى لو نشوف ده في البايل سيبت موجوده وجواها مفيش نيرف فايبرز مفيش اكسس. اوكي فده الاوبتيك اتروفي ده ممكن يكون اسندنج يعني من الجلوكوما او ريتينال كونديشنز او ديسندنج يعني اكسكيوزنج الاوربت او السي ان اس. اوكي طيب ممكن يكون سنترال ممكن يكون بريفرنت زي ما قلنا بيحصل اكسن جنريشن لوس اوف مايلين اول الدندروسايتس شرينكج اوف ذا اوبتيك نيرف ديسبايت اسوسييتد كوميونيكيشن تيكن فايف سكانز اللي هم دول وبيحصل كافرنس اتروفي اوف شنين يبتدي يحصل زي سيستيك ديجنريشن ودول بيبقوا لارج سيستيك سبيسز فيلد وذ بوليساكرايد بروتين. طيب ودي صورة تانية للكافرنس اتروفي اوف شنين لانه الاوبتيك نيرف بيتملي سيستكس مليانه ميكروبوليساكرايد بدل ما يكون في الاكسون بتاعت النيرف فايبر. طيب نيجي بقى للاوبتيك نيرف تيومرز. انا مبحبح الدنيا شويه لان الدكتور ايهاب صعب اعتذر للاسف مش هيبقى في محاضره عن ده بس هو النهارده طيب فدلوقتي عندنا بقى الاوبتيك نيرف تيومرز عندنا تيومرز الاوبتيك نيرف هات اللي هم ايه ميلانوسايتوما ممكن تالت كابيلري كولويدر ميلانوما يعني ممكن كولويدر ميلانوما بس انفولف دي اوبتيك نيرف او ميجر دي اوبتيك نيرف ممكن يحصل بيجمنت اكتيفيتي بروفريشن ممكن يحصل ديمانجوما على الاوبتيك نيرف. الاوبتيك نيرف تيومرز الريتو بالفر اهمهم الجلايوما والميلانجوما. طيب مين شاف قبل كده ميلانوسايتوما كلينيكلي؟ واحد لا ارفعوا كده بيك شو فانز واحد اثنين ثلاثه اربعه
كان 10 او من 10 ل 15 اللي شكلها يخض جدا صح يعني اول واحد بيشوفها كده يقول لها اسود وبعدين يكتشف ان هي حاجه غير بناين وتلاقي العيان اساسا مش حاسس بمشكله اوكي طيب والفكره ان هي في عادتها هي مش ملهاش اي دعوه بالمشكله اللي بتاثر على الريتنا وتاثير على الكورتيكال قليل اتز ا بناين ديبلي ديبندنت بلاستيك It is accepted on the disc usually between the temples. Breaching is necessary to appreciate cellulite. And then I'll have a hematoxin section on the day. They eat, which have been in the body panel. Now, I have a super detail to the cells, that's the name of breaching techniques, as well as the environment. And then abundant cytoplasm, small nuclei with little chromatin, and small irregular nucleoli. In the here, in characteristics without benign neoplasm, or malignant. بالمالجنة العكس بيبقى scanty cytoplasm و large nucleus with lots of chromatin and sometimes seven nucleola okay it may grow slowly بس عامة هي it's a very innocuous tumor يعني مهم ان احنا نطلقها طيب نيجي بقى للغليومز غليومز can include any part of the visual pathway لان هي في الاخر ما هي glial tissue موجود في الاوبتيك نيرف فايبر وفي الكيازم وفي الاوبتيك تراكت وفي الاوبتيك ريديشنز كل ده فيها جلايد تيشو فممكن الجلايوما تيجي من طيب the commonest cell of origin is spindle shaped or hair like or pilocytic astrocytes عشان كده اسمها pilocytic astrocytoma اوكي ممكن تحصل في السيتنج في النيرف نيوفايبروكيسيس تايب 1 غير نيوفايبروكيسيس تايب 2 بتبقى اوتوزومال دومينت with loss of tumor suppressor gene on chromosome 17 طيب ده الجروس ابييرنس بتاعها لو ناخد بالنا احنا مش قادرين نفرق ما بين تيومر ونيرف صح؟ كل اللي احنا شايفينه عباره عن كانه نيرف كده تخن ها؟ بقى عامل زي السجقايه كده عشان كده بيسموه ساسج لايك اوكي؟ ولو بصينا على الهيستوباثولوجي بتاعه اول حاجه انه الديولا remains intact اوكي والمننجيز بيحصل فيها reactive hyperplasia وproliferation of essential mننجيز cells infiltrated with astrocytes وبيحصل thickening of the pyreceptor المهم انه it is confined within the diula وبتبتدي تكبر السيلز دي وتخلق الاوبتيك نيرف في الوسط اوكي عشان كده العيان نظره بيتاثر يعني غالبا العيان بيجي يا اما استرابيزموس يعني ممكن بروبتوزز مع استرابيزموس بروبتوزز وتلاقي ريلاتيف افنتيل ديفكت او مثلا العيان بيشوف بي ال ها لانه as it grows it compresses it grows around the optic nerve within the dura and so it kind of strangulates the optic nerve tumor cells may show large pale nuclei large pale nuclei with multiple nucleoli a few DNAs and very processes and they have those four fibers that come out good well only has a foci of microcystic regeneration in the inner spaces of the deep within okay but here the characteristics بتاعة يبقى هي مشكلته مش ان هو malignant مشكلته ان هو it leads to almost instant loss of vision كمان بيحصل في الأطفال فممكن الأطفال ما يخدش باله يعني لو واحد كبير ممكن ياخد باله أكتر. They have a slow growth ممكن يبقى في high grade tumors اللي هي glioblastoma multiforme بس glioblastoma is there as a primary optic nerve tumor usually بيبقى غالبا usually extension from frontal lobe tumors يعني لو في primary juvenile pilocytic astrocytoma of the optic nerve يعني rising lower orbit دي غالبا بتبقى of low anaplasia يعني بتبقى almost benign اوكي اما في حاله لو هي aggressive tumor اللي هي glioblastoma multiforme دي غالبا بيكون extension من front of lobe طيب نيجي بقى للجلوما دي arise from the arachnoid cells احنا اتفقنا اللي هم اتفقنا ان عندنا البيا وبعدين سوري الديورا وبعدين الاركنوي بعد بعدين البيا السيل اوف اوريجن بتاع المننجوما بيبقى الاركنوي سيلز اوت اوف برايمري اوربت المننجوما جروث ارايزنج فروم ذا اركنوي تو اوبتيك نيرف ار ذا موست كومن ذن اوربت المننجوما ارايز سكند
دي سلسلة ملهاش معنى بالنسبة لي. طيب دلوقتي دي الصورة اللي أنا كنت جايبها لكم من شوية. ده هنا الأوبتيك نيرف، وهنا دي مفروض الأراكنويد، ودي هنا الساب أراكنويد سبيس، ومفروض هنا الديورا. هنا لو ناخد بالنا أدي الديورا وأدي الساب أراكنويد سبيس وأدي البير، ولو تاخدوا بالكم الأراكنويد ديت إز إكستريملي ثيك، واخدين بالكم؟ فده يعني لو انا هبص على سكشن كده، هو ده المكان اللي انا ادور عليه على الانجيومسس. طيب لو خدنا بقى الجزء ده وكبرناه، اوكي، هنلاقي انه لا احنا لسه، اوكي احنا لسه بنتكلم على فروض التكبير جاي. لو ناخد بالنا ان دي كروس سكشن في التيومر، لو تاخدوا بالكم the nerve is on one side of the tumor and the tumor is on the other side. Okay, يعني the tumor grows on the optic nerve. مش زي هناك it grows around the optic nerve وتخنوه. لا، ده it kind of grows outwards وعليه من بره. Okay؟ عشان كده ال vision loss بيبقى late. يعني ممكن واحد يبقى عنده proptosis فظيع وتلاقيه بيبقى شايف كويس. طيب. Primary optic nerve meningeal may invade the nerve and try and make sense through the dura due to invade the muscle. Primary orbital meningiomas have longer survival than secondary type. Secondary type اللي هو intracranial وبعدين دخل على الأوربت. ده غالبا السرفايفل بتاعه أوحش. Light gliomas they may be associated with neurofibromatosis type 1 but less common. يعني neurofibromatosis type 1 تبقى associated مع germline parasitic astrocytoma أكتر من ما تبقى associated مع meningeal. لو بصينا على الهيستوباثولوجي، there are variable degrees of anaplasia. يعني مش كل المنجومز لهم نفس degree of aggression يعني أو malignancy. الموست كومن اللي هو meningothelioma. يبقى clump cells arranged in words. لما السيل تبقى clump يعني خينة، المقصود إنها فيها سيتوبلازم كتير. فاهمين إزاي؟ فإذا سيتوبلازم كتير يساوي low anaplasia. صح، كل ما الانابليزي زادت كل ما النيوكليس كبر والسيتوبلازم قل. طيب ممكن يبقى في سموما بوديز اللي هي ايريز كلاسيفيكيشن زي اللي موجوده في الصوره. طيب لو بصينا على المقارنه بين الجلايوما والمنجوما، الجلايوما تيجي في يانج ايج، المنجوما تيجي في اولد ايج. الجلايوما السيلف اوريجن از فايلوسيتيك استروسايت سبستنس اوف ذا نيرف اراكنويد سيلز اند اوبتيك نيرف اوف ذا اوريجن اوف المنجوما. Glioma grows within the nerve, so the nerve thickens. Meningioma grows around the nerve, and the nerve remains intact. So there is usually profound vision loss with glioma, and vision may be relatively preserved at least early with meningioma. Glioma تعمل axial proptosis. ما هو the nerve is thickening, خلاص، والvolume بيزيد ورا العين، فالعين تتزق قدام. يبقى axial proptosis. طيب نيجي بقى للmeningioma. لو معظم meningioma فوق النerve، يبقى البروتوس هيبقى تحت. لو معظم البروت تحت النيرف يبقى البروتوس هيبقى لفوق وهكذا. يبقى لو لقينا بارا اكزيم يعني مش يعني بارا اكزيم بروتوس يعني مش دايركت اكزيم بروتوس، يبقى هو طبعا السن بيبقى مختلف. يعني ده غالبا واحد عنده 50 سنه او واحده عندها 50 سنه، وده بيبقى طفل عنده 7 سنين. بس شكرا يا شباب.